بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا مع السنة الرابعة متوسط اللغة الإنجليزية، ورانا نحضروا للفروض والاختبارات تاع الفصل الأول. إذا بدون إطالة راح نشوفوا نص على الأمير عبد القادر، نقرأ ونشرحه. الأمير عبد القادر was an Algerian writer كاتب، poet شاعر، political leader يعني قائد سياسي، and military warrior يعني محارب عسكري. This great hero, هذا البطل العظيم, was born on September the 6th, 1808. ولا 1808. هي شبكة تقسموها 1808. In القطنة near Maskara اللي هي ولاية معسكر. حيث where he grew up يعني حيث ترعرع, and learned the Holy Quran يعني حفظ القرآن, as well as other subject. هنا as well as معناتها وكذلك إلى جانب مواضيع أخرى وعلوم أخرى. This brave leader, هذا قائد الشجاع, brave معناتها شجاع, founded, أسس the modern Algerian state يعني الجزائر الحديثة, and led, هو الverb to lead يعني يقود, يعني قاد the Algerian struggle, الصراع تاع الجزائر, against معناتها ضد the French domination, الاستعمار ولا الاستدمار الفرنسي. He won, هو الverb to win in the past يعني ربح. He won many battles, يعني المعارك, against the French army. Among, يعني من بين, his most famous battles, من بين أهم ولا أشهر معاركه عندنا, the battle of المقطع, معركة المقطع, كنت قرأوهم السنة في التاريخ, the battle of Sieg, معركة Sieg, and the battle of Sidi Ibrahim, معركة Sidi Ibrahim. He defended his land, كان يحمي, his land يعني الأرض الوطن, and protected the Algerian values, يحمي القيم الجزائرية, language اللغة, and religion الدين. علاش؟ to keep the Algerians unified يعني باش يحافظ على الجزائريين, unified معناتها متحدين ضد عدوهم, their enemy. their هنا معناتها الجمع تاع my, your, her, his, كيكونوا جماعة نقولوا their enemy. He wrote many books, عنده عدة مؤلفات, like the book Call to the Intelligent, Warning to the Indifferent, باللغة العربية, واسمه ذكرى للعاقل وتنبيه للغافل. إذا ذكرى العاقل وتنبيه الغافل من أشهر كتب الأمير عبد القادر. قلنا في بداية النص أنه كان كاتب وشاعر. صح. عندنا هذا اللي داروا in 1855, and a book on the Arabian horse يعني الجواد العربي الأصيل. He died on May 26th, 26 May 1883 in Damascus اللي هي دمشق في سوريا. ما تنساوش بلي تم نفيه وهو اختار النفي إلى سوريا. توفى ثم. هذا هو النص. نروح مباشرة إلى التمارين. التمرين الأول Activity 1, read the text أنا قريناه, and fill in the ID card وعمر هذه البطاقة التعريفية. بالمناسبة برك نقولكم باللي رابط تاع هذا السجي راه موجود في صندوق الوصف وأول تعليق مثبت. تقدروا تمبريميوه, تقدروا جوج تاع كاد ضربوا طلا تقراو آلاز في غرضكم ونعمروا هذه. إذا نشرح لكم full name الاسم الكامل بلا تفنيين, date and place of birth, birth شفنا العكس تاع death, هذو كامل شفناهم سنة الثالثة العام اللي فات, nationality الجنسية, occupation معناتها كامل واش كان يخدم واش يعرف يدير, achievement الإنجازات, foundation شوفوا foundation معناتها the verb, هذاك the verb اللي شفنا هذوك في النص founded, date and place of death, هذه death هي العكس تاع birth, يلا عمروها ورجعوا لي للتصحيح. يلا شوفوا معايا إلا جبنا نفس الأجوبة. so the full name ما كاش في النص بصح حنا عارفين الأمير عبد القادر ابن محي الدين. تقولي تيتشر يا أستاذة راضية واللي ما يديرش ابن محي الدين عادي نورمال ما تحسبها له باسكو ما كاش في النص. date and place of birth هذه مكتوبة موجودة في النص. so September the 6th 1808 in قطنة near معسكر مسكرة in Algeria. nationality of course Algerian, occupation writer السطر الأول تقريبا كامل, writer, poet, political leader and military warrior. achievement هنا شرطوا علينا foundation, كنا قادرين نديرو باللي كتب كتب صحية التأسيس يعني ماذا أسس, كتبنا he founded the modern Algerian state. date and place of death May 26 هذو كاينه من النص. اذا هنا برك ننبهكم كي تكتبوا لا دات ما تنساوش البليس, كاينه بزاف تلاميذ يكتبوا غير لا دات يزربوا يروحوا تمرين اخر ما يديروش بليس. اذا ركزوا معايا الله يرحم والديكم, نروحوا للتمرين اللي بعده.
Activity 2. Read the text again. زيد اقرأ. And answer the following questions. Following questions هنا شوفوا معايا راحين عندنا نوعين من الأسئلة في كل فيديو شاك من كل خطرة نديرو سوجي نسين نفكركم. هلو عندنا زوج أنواع تاع لي فيديو يا حي تاع الأسئلة. عندنا WH question هذو ما نتوما تمدوا لي معلومة تجبد لي معلومة من النص. عندنا auxiliary questions ولا اللي عيطوا لهم yes or no. yes or no question كيفاش تجاوب؟ راح تجاوبني إذا نعم، إذا نعم راح تمد لي ثلاثة كلمات برك. الأولى تكتب yes، الدوزيام تكتب لي السوجي تاعهم إلا هي ولا شي ولا عوضو. أنت عوضو مامي مدلك زعما دوكا الأمير عبد القادر حنا نعرفين بلي نعوضوها بهي، صافي نقولو yes هي. وهنا ترجع لي الكلمة الأولى دايما إلا بداو بإز، أنت رجع لي إز، إلا بداو بديد رجع لي ديد، إلا بداو كان رجع لي كان. كلمة الأولى auxiliary questions صح. إذا كان WH question هنا راح تتبع الطريقة العادية تاع سوجي فيرب كومبليمون صح. هذه وكان نديرو ناو نفس الهذي هذه كوبي كولي نزيد لها هنايا نوت وهنايا تكتب ناو بيان سور صافي. يس عوض السوجي رجع لي الكلمة الأولى إلى نو نو سوجي الكلمة الأولى زيد عليها نوت. هذه الطريقة تحفظوها ما زيدوش كامل تحصلوا روحوا نطبقوها مباشرة. إذا ديد شوفوا الكلمة الأولى ماشي دبليو اتش يعني راح نخدم بالطريقة هذه. دوك تشوفوا ديد الأمير عبد القادر استابليش ذا مودرن ألجيريان ستيت. هل هو إلى يتابلي حقق يعني أنشاء الجزائر الحديثة؟ احنا راح بيان سيغ شفنا في النص بلي نعم، اذا راح ندير يس الامير عبد القادر هو هي ونرجعوا الكلمة الاولى نتحصل على يس هي الكلمة الاولى ديد. اذا نكتب ديد كتبوا ما تخافوش رجعوا الكلمة الاولى. لو كان نو كان نو نكتبوا نو هي ديد نوت ولا ديدنت كما تحب. What did he write؟ هنا مش حنجاوبي نعم أو لا، عندي WH ونعرفين بلي what معندها ماذا. إذا ماذا كتب؟ هنا نجبدو العناوين من النص نجبدوهم وشوفوا إلا لقيتو كيما أنا. What did he write؟ كتبت لها بلي he wrote many books هذي أنا many books and poems يعني بزاف كتب وأشعار such as ونكتب العنوان اللي عندنا في النص. عندنا عنوان واحد اللي هو كما شفنا نداء العاقل وتنبيه الغافل call to the intelligent and warning to the indifferent in 1855 and a book on the Arabian horse ثاني. نكتب هذا العنوان هنا وعنوان هنا وهذا هي. نروحوا للتمرين اللي بعده. Activity 3. Find in the text words that are closest or opposite in meaning to. هنا عندنا established يعني أسس. شفنا الفعل كي كنت نشرح لكم اللي هو founded. وعندنا courageous ثاني قلتها لكم كي كنا نشرحه اللي هي brave. هذو تعلمناهم في السنة الثالثة كي كنا نقرأ الزاجكتيف تاع وصف الشخصية. نقلب الصفحة أروحوا معايا نواصلوا مع السينونيم وأنتونيم. هنا عندنا opposite so unknown غير معروف مجهول. العكس تاعو بيان سيغ هو known بصح ما عندناش في النص. في النص عندنا كلمة famous famous اللي تعرفوها كذلك يعني ما عندناش مشكل. was born معناتها ولد تعرفوها كذلك. شتو هذا السيكونس نمبر 1 تشبه بزاف السنة الثالثة. الموضوع برك يختلف ما الخدمة قاع كيف كيف. was born هذه تجي كاملة ما تجيش مقسومة هاك ما تكتبوش born وحدها. عندنا توفي اللي هي died وكان يمد لكم هما died ويقول لك جبد لي العكس اللي هي was born بالك وتروحوا تكتبوا born برك. لازم was born ما تقولش ما قالتش. نروح اللي موراها mastery of language. Activity 1. Join the following sentences using the given connectors. واش معناتها؟ معناتها الأمير عبد القادر was fighting كان يحارب. He loved Algeria. عندنا because. Because معناتها لأن يعني دير لا كوز السببية. كيفاش نديرو؟ نقولو الأمير عبد القادر was fighting. Tout simplement نحي هذا النقطة نكتب هنا because. والهي هذه الاش نرجعها مينيسكول. So الامير عبد القادر was fighting because he loved Algeria. هي بهذه الطريقه هذا ما كان. مفدي زكريا joined يعني التحق ب the Algerian revolution.
الثورة الجزائرية. He was captured by the French army. عندنا هنا يا so اللي معنتها وبالتالي ولا إذن اللي هي donc باللغة الفرنسية كما تحبوا. هذي واش نقوله؟ يحكموه وبالتالي التحق ولا التحق وبالتالي حكموه؟ بيان سور التحق وبالتالي حكموه. So مفدي زكريا joined the Algerian revolution. So هنا في so نخلي النقطة ونكتبها ماجسكول ومن بعد ندير كما والهي هذه تولي لي هي صغيرة. هاي شفاو مليح. So ما نديروش فاصلة ونكتبو so ماشي كيما because تروح ديريكت ما عندها لا فاصلة لا والو. بصح so لا لا تجي قبلها نقطة هي تجي ماجسكول موراها فاصلة ونكمل الهضرة بالمينيسكول. So موف دي زكريا joined the Algerian revolution. So he was captured by the French army. أيوة هذه هي. Activity 2. Turn the following sentences into the passive voice. هنا ندرت لكم فيديو تفصيلي كيفاش ديروا الباسيف فويس. بصح معلش اللي ما شافهاش نرجعوا فيت فيت. واش عندنا؟ تبعوا معايا مليح، اللي ما فهموش لازم يفهموها. يكون عندنا سوجي غوب نومينال سوجي مبتدا كيما حبيتوا، من بعد يكا فيرب، من بعد يجي المفعول به. مفعول به انت واش دير؟ احكم هذا المفعول به كومبلي. الا عندك هنا السنه ولا هبطها غير هك، خليها ترانكيل هذه السنه والمكان وكاع. جيب لي المفعول به حطه هنا، وجيب لي السوجي حطه هنا، وسبق له كلمه باي وكتب السوجي. صح. لو فيرب اون جينيرال في سيكونس نمبر 1 تاع السنه الرابعه راح يكون في الباست. اذا حنا واش راحين نديرو من عندنا راحين نديرو هنايا تو بي في الباست اللي هو was ولا were. راكو حافظين نتوما to be in the past. في البريزون عندي am و is و are. في الباست كاينه زوج برك اللي هما was and were. دوك الا هذا اللي كان بكري مفعول به ولا انا دوكا سوجي جديد، اذا شفتوه مفرد singulier دي was، الا شفتوه جمع خيرو were. هكا متفقين؟ صح. ودوكا خصني فيرب. هذا الفيرب اذا كان هذا يخلص بالاو دي جيبو ديرو كوبي كولي متكسرش كاعسك، معناتها راه واجد. اذا كان ماشي او دي معناتها irregular، هنا لازم تكونوا حافظين شويه past participles. هذاك الجدول اللي جاي في الصفحه 131 من كتابكم المدرسي تاع السنه الرابعه لازم تحفظوا شويه، ما فيهاش لا هروب، لا يوجد امكانيه للهروب. اذا يا اما فيه او دي كوبي كولي، يا اما ما فيهش او دي لازم تكون حافظ. تزيد من عندك قلنا تو بي مفرد، دو واز جمع دي وير، بلا ما تنساو القلبة هذه. نروحو دوكا نابليكيو هذا الهدرة. The Algerian poet الشاعر الجزائري مفدي زكريا wrote، دايما دوروا على الفيرب هكايا، wrote the Algerian anthem قسما. الكاتب الجزائري الشاعر الجزائري مفدي زكريا كتب النشيد الوطني قسما. ورا المفعول به، برافو، هذا هو المفعول به. اذا انا واش راح ندير؟ راح نكتبها هنا، انا ما نكتبش، نتوما كتبوا. هيليك ها هو المفعول به. واش مكتوب هنا؟ شوفوا بقلم سري مكتوب the Algerian anthem قسما. واش قلنا دوك نديرو to be. شحال كاينه من قسما؟ وحده صافي، مفرد ندي was. صح. دوكا لازم لي البي بي تاع الفيرب، هذا ما فيهش او دي، ما نقدرش ندير له كوبي كولي. بصح راني عارفه انا في القائمه، انا حافظه، انا شطوره، عندي تو رايت تولي لي روت وتولي لي ريتن. هاكا يا اخي تولي لي ريتن. اذا هذا باست سيمبل، وهذا البي بي انا نسحق هذا، دوكا نحتاج هذا. اذا هنا نكتب was written، وكان مانيش حافظه والله ما نجيبها. باي ونجيب السوجي the Algerian poet مفدي زكريا، نجيبو نكتبو منا. نتحصل على the Algerian anthem قسما was written by the Algerian poet مفدي زكريا. اوكي الا فهمتوها 50% راكو ممتازين. دوك نكملو هذيك 50% بالجمله هذه. نروحو للدوزيام the second sentence. Pharaohs made the pyramids of Egypt in 3000 before Christ، يعني قبل كريس اللي هو الميلاد عيسى عليه السلام. الوغ نحوسو على الفيرب.
The pharaohs made هو the verb to make. ديجا انا راسي راه بدا يخدم عندي to make made هاكا راني حافظه هاكا راح نخدمو بها. اذا ورا المفعول به هذا سوجي الفاعل مبتدا made the pyramids of Egypt. هاي ليك the pyramids of Egypt هذا هو المفعول به direct object. قلنا كي تكون السنه واش قلت لكم مقبل ها هي بالدليل كي تكون عندكم السنه هبطوها ما تمسوهاش كاع كي تكملوا كاع الخدمه عاودوا كتبوها صح. نجيب المفعول به منا واش تولي عندي استنى نكتبو في ورقه خارجيه باش تجي باينه نكتبو the pyramids of Egypt شوفوا pyramids جمع احنا واش قلنا كي يكون جمع ندي were صافي هنا نكتب were صح ها هي ليك where دوك واش يخصنا الى قلي نحط البيبي اللي هما made هنا ماشي كيما الفرونسي لازم لاكور دو بارتيسيپا يزيد الاس في بلوريال هنا ما نزيدش اس مالغري بلوريال بصح ما نزيدش اس البلوريال تاعي بان هنا فقط. So the pyramids of Egypt were made ما ننساش by اللي هي من طرف ونكتب the pharaohs. نروح نمبر 3 الامير عبد القادر founded هاوليك لو فيرب دائما دوروا على الفيرب باش يفرز لكم الحاله هذا سوجي the modern Algerian state صح هذا هو المفعول به direct object نجيبه هنا the modern Algerian state وحده state شوف حكومه بلد واحد مفرد اذا نختار was هذا فيه الاودي شفتوا واش قلت لكم كي يكون فيه اودي كوبي كولي اذا ما تكسرش راسك علاش باسكو regulates a regular verb founded did founded ماشي founded founded اوكي هذه درناها by الامير عبد القادر جيسبر تكونوا فهمتوا الا ما فهمتوش راني قلت لكم شوفوا في البلاي ليست السنه الرابعه متوسط تلقاو هذا الدرس مع التمارين التابعه له. activity 3 classify these words in the right column according to the position of consonant clusters. consonant clusters هذوما وشنو هما التقاء حرفين السبيسيال فوالا دونك تكونوا حافظينهم نتوما كما هنا عندنا البي ار initial position راهي هنا initial position شو معناتها المرتبة الأولى في البداية و final position معناتها في الأخر واش عندنا كامل سيو تشوفوا ديروها ورجعوا ليا هيا شوفوا معايا ملاحظة برك هذا ما راهوش في البرنامج تاع السنة الو البرنامج البرنامج الجديد واش يقول لك عندك diphthongs تراجعوا معايا الـ A والـ I عندكم silent letters كي تكون حرف مكتوب وما يتقراش هذا واش كاين مكاش consonant clusters هذوك ربما نشوفوهم فيما بعد هذا السوجي ما تنساوش مخدوم من قبل اذا هنا معليش نتعلموها في نهاية السنة نلقاوها consonant clusters هي التقاء بعض الحروف الخاصة يكونوا يا إما في بداية الكلمة ولا في نهايتها إذا هنا عندي البي والآر هنا عندنا إس تي هذو يجو هنا إنيشال وهنا عندي سي تي جي هنايا والفرنج عندنا الإف والإر جي هنايا نروح مباشرة إلى الوضعية الإدماجية. Your teacher of English asked you to write a biography about ابن خلدون شفناه العام اللي فات ابن خلدون مع العلماء واليوم راحين نشوفوه مع الأدباء خاطرش قلنا في سيكونس 1 نهضروا على literature هي الأدب يعني كل حاجة عندها علاقة مع الأدباء. Use the ID card below استعمل البطاقة أسفله to present this great philosopher to your classmates باش تقدم هذا الفيلسوف العظيم لزملائك. ألو نشرح لكم انتوما حاولوا ونتلاقاو بعد التصحيح. Name date of birth نعرفوها تاريخ الميلاد place of birth مكان الميلاد research fields يعني مجالات البحث عندنا هنا politician كان في السياسة historian مؤرخ and philosopher معناتها فيلسوف. main achievements قالك he founded modern sociology and political economics وش معناتها يعني أسس علم الاجتماع الحديث والاقتصاد. jobs وش كان يخدم كان judge يعني قاضي and lecturer يعني محاضر study وين قرا في الزيتونة university اللي هي في تونس. famous books عندنا أشهر كتاب تاعو the most famous book هو المقدمة يعيطوا له مقدمة ابن خلدون the introduction. date and place of death تاريخ ومكان الميلاد هاوليك هنايا في القاهرة إيجيبت مارس 17 استعملوهم خدموا لي حاجة شابة ورجعوا ليا.
أنا جيت إن شاء الله تكونوا درتوا المحاولة تاعكم ورجعتوا لي للتصحيح. إذا أول حاجة نبدأ بها بيسك قالوا لنا a paragraph it's not a message so نحتاج the title العنوان ابن خلدون. هنا ملاحظة برك تقدروا تلقاو ابن خلدون تقدروا تلقاو بن خلدون ولا بنو خلدون ما يهمش. so ابن خلدون العنوان أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون is one of the most famous figures in the world. هذه ديوها في جميع الشخصيات. هنا بدلوا الاسم وقولوا is one of the most famous figures in Algeria ولا in the world. الجي هذه في كلش. علاش؟ Because he made many researches in politics, history and philosophy. دار علاش مشهور؟ باسكو دار بزاف ابحاث researches نعرفوهم سنة ثالثة هذا الكلمة. في السياسة التاريخ والفلسفة. He was born on May 27th, 1332 in Tunis, Tunisia. هنا ما نقولش تونيزيا نقول تيو تيونيزيا تيونيزيا. ابن خلدون was also a judge and lecturer قاضي ومحاضر and is considered to be the founder of modern sociology and political economics. يعني كان قاضي ومحاضر ويعتبر he is considered معناتها يعتبر أنه مؤسس the founder معناتها مؤسس علم السوسيولوجيا يعني علم الاجتماع الحديث والاقتصاد كذلك. He wrote many books كتب عدة كتب بصح يبقى دائما كتابه المشهور. So he wrote many books but the most famous one يعني تعود على books is المقدمة التي تم ترجمتها إلى عدة لغات which was translated into many languages. This great Arab philosopher died on March 17th, 1406 0 كيكون في الشفخ في الأرقام نقرأوه O شغل O 1406 in Cairo, Egypt في القاهرة بمصر but he will never استعملوا الله الخشينة نقولش he will never die in the memory of literature في ذكرى ولا في ذاكرة عفوا في ذاكرة الأدب. هذه هي حاولت هي حقيقة جات شوية طويلة بصح شابة. هذا هو قالك لي حب الشبح ما يقول أح سينا نطولو نستعملو جميع المعلومات اللي عطاوها لنا في السوجي هكا كي تستعملوا كلش اكيد راح تكون شويه طويله ولكن مفيده وتجيب حقها. ما تتعبوش في باطل ابدا. تهلاو في روحكم وفي والديكم. ما تنساونيش من دعائكم. اذا عجبكم الشرح ما تنساوش دعم القناه باللايك والاشتراك. هذا مكان